حسين محمد بومجداد، أعمل في الإدارة العامة للإطفاء بوظيفة رجل إطفاء وفي إدارة الإنقاذ والمكافحة. عملي الأساسي هو إنقاذ أرواح الناس وحماية الممتلكات. طبعاً في كثير من الإنجازات عملتها في حياتي، بس أهمها اللي حسيت أنها تفيد المجتمع أكثر ما تفيدها نفسي أنا في عملية الإنقاذ. إحنا نتكلم على العنصر البشري وهذا المهم في حياتنا، في كيفية وجود حل لمشكلة يعاني منها هذا المجتمع. فلقيت أني أنا في مجالي وفي وظيفتي أني قادر أني أقدم فكرة أو خدمة أقدر أقول حق المجتمع لحل مشكلة وكان يعاني فيها، في هذه الفكرة في هذا الاختراع وهو أداة فتح الأبواب للطوارئ. احنا بنتكلم على بداية هذه المشكلة اللي دائما نواجهها في عملنا كوني رجل إطفاء في الإدارة العامة للإطفاء في فرقة الإنقاذ. تحوشنا كثير من الحوادث والبلاغات بالنسبة لاحتجاز أشخاص داخل غرف المغلقة، هذه كانت تسبب لنا فعلا إحراج في عملية الإنقاذ بالنسبة للأطفال، بالنسبة للعجزة داخل الأماكن هذه الغرف النوم وما شابه في طول الوقت في عملية الإنقاذ، وكذلك وجود الضرر والإصابات في عملية إنقاذ الأشخاص هذه، والهذه خاصة هذه الحوادث شبه يومية في على مستوى الكويت في جميع المحافظات. فلقيت أن هذه المشكلة لابد أن يكون لها حل في عملية الإنقاذ. فهني دارت الأفكار في ذهني في عملي، ودائما مثل ما يقولون الحاجة هي أم الاختراع، هذه كانت بداية الفكرة. فإحنا نحتاج إلى أن يكون في طريقة معينة نقوم في هذا العمل في أقل الأضرار. لقيت أن لابد أن يشتغل في هذه العملية فتح الأبواب، إلى ما توصلت إلى هذه الفكرة وهي عبارة عن تولز بحركة تكنيك معين أني أفتح فيه الباب بثواني ومن غير كسر الباب. عملتها في البداية كرسومات هندسية، بعدين لا لقيت أن لابد أن أحتاج إلى بعض الدعم بالنسبة إلى وجودها وبالنسبة إلى تطبيقها، طبعا عن طريق جمعيات النفع العام أمثال النادي العلمي الكويتي في ذاك الوقت، وكانت طبعا محدودة المساعدة حسب الإمكانيات الموجودة. كثير من الناس ساعدوني، كثير من الناس وقفوا وياي، قدرت أن أعطي نفسي مجال كبير في إبراز هذه الفكرة إلى ما وصلت إلى مرحلة تطبيقها على أرض الواقع على شكل بروتوتايب عشان نجربها مرة مرتين، إلى ما وصلت إلى نتيجة نسبة نجاحها 95%. هذه نسبة وايد ممتازة بالنسبة لعملنا. بالتالي النتيجة النهائية قدرت أني أطورها أكثر وأكثر في بعض المراحل مريت عليها إلى ما وجدتها إلى صورتها النهائية اللي أصبح منتج عالمي يستخدم في الإطفاء وفي فرقة الإنقاذ في جميع أنحاء العالم في مجال إنقاذ أرواح الناس في الأماكن المغلقة. وبعد التجارب وبعد نظر لها من قبل المسؤولين والقادة، أصدر قرار بتوزيع هذا الاختراع في جميع مراكز إطفاء الكويت، وكذلك أصدر قرار في وجودها في المراكز الأمنية لحاجة هذا الاختراع في عملية فتح الباب بشكل سريع ومن غير أي أضرار. فهذا أعطاني دافع إلى أن أبدع في مجالي، أبدع في عملي. لقيت أن فعلا الفكرة الصغيرة ممكن توصل إلى حيز أو مكانة كبيرة في المجتمع. في هذه الفكرة قدرت أني أحط بصمة في المجتمع
المدى البعيد من هذه الفكرة الصغيرة، من هذا التولز البسيط، قدرت أن أحل مشكلة كبيرة كان يعاني منها أغلب المؤسسات الحكومية في مجال إنقاذ أرواح الناس وحماية الممتلكات. بالنهاية يعني لقيت أن هذا الاختراع وصلني إلى أماكن ما كنت متوقع أني أوصل لها في العالم، من حيث مشاركاتي في المعارض العالمية والدولية والاحتكاك وتبادل الخبرات مع المخترعين على مستوى العالم في جميع المجالات. هذا أعطاني أفكار وأفكار أني أقدر أطور نفسي في مجالات ثانية، أني أقدر أني أفيد فيها مجتمعي وديرتي بالنهاية الكويت في أي مجال، اللي راح يعطيني دافع وراح يعطيني دفعة في التقدم في مجالي المهني أو العلمي. لا شك أخوي، المجتمع له دور كبير في حياة أي إنسان. بالنسبة لي ما كنت أنتظر أن أحد يشيد ولا يطالعني، لأن أنا قدمت خدمة للإنسان، قدمت خدمة لإنقاذ أرواح الناس، فلا يكون في بال أي أحد أني والله لازم تنظرون لي كوني أنا قدمت خدمة وأبي مقابلها بمقابل هذه الخدمة، لأن هذه الخدمة قدمتها لخدمة المجتمع، لخدمة الناس البشرية جمعاء. فما يمنع أني لابد أني والله أنطر أحد ينظر إلي، وهذا حق، يعني من حق أي واحد مبدع، يحتاج الدعم، يحتاج الاحتواء، يحتاج في أهميته على الأقل في المجتمع، ما يمنع. بس هذا ما كان الأهمية بالنسبة لي. بعد ما صار كل هذا، وبعد ما لقيت مثل ما تفضلت من الجانب الوحيد اللي شفت فيه الاهتمام، كنت أتمنى أن لا أشوف كل الجوانب الثانية على مستوى الكويت كلها، بغض النظر على مجال سوان الفاشينستات أو بغض النظر أي مجال ثاني، وكل واحد ومجاله يمشي فيه. كنت أشوف الشيء الإيجابي، ما كنت أشوف الشيء السلبي، لأن لو بشوف الشيء السلبي راح يحبطني أنا كذلك، راح يخليني والله أكسر من مياديفي وراح أكون واقف في مكاني. الهدف مني أنا شغلي أني لابد أن أنجز في رفعة مجالي أولا كالإدارة العامة للإطفاء على مستوى العالم، لأن الناس اللي ما تعرف يكون في بعض المسابقات وبعض الاجتهادات كيشوفون منه كرجل إطفاء يحتاج إلى القوة، يحتاج إلى التركيز، يحتاج إلى الذكاء، يحتاج في عمليات الإنقاذ. فرجل إطفاء لازم يكون متكامل في جميع هذه النواحي. فبالبداية كنت على مجالي كنت أهتم في الرفعة. تالي أشوف على مستوى مؤسسات الدولة شنو أنا أقدر أفيدهم في مجالي هذا. لما شفت والله لا قدرت أني أفيد أكثر من جهة من وزارات الدولة، وقدرت في تجاوب أقدر أقول مخجل بعض المرات، مخجل كفكرة جديدة بالنسبة لهم، منتج وطني أو اختراع كويتي يكون من ضمن أدوات الجهات الحكومية، وهذه بالنسبة لهم شيء جديد ما صارت. متعودين الاستيراد من الخارج، لكن مو متعودين الاستيراد من الداخل. فهذه للأسف فكرة كانت يعني موجودة ومركزة خاصة في بعض القياديين. هذا كانت من الصعوبات الكبيرة اللي كنا أواجهها يعني بالنسبة لزيارتي في أكثر من جهة. بالمقابل لا والله كان أحصل بعض الدعم وبعض الامتيازات كمنتج وطني ندعمك، بس احنا نسبة وتناسب أقدر أقول والله الجهة الثانية اللي فيها من الأحباط شوية هي اللي طاغية على الشيء الإيجابي. بس فوق كل هذا ثق تماما، وأي واحد يسمعني، بأن هذا لابد لا يكون إنه يكون مطب أو تأخير له، لهدف هو راسم له لقدام.
إذا كان هذه الجهة وقفتني فممكن أطق الباب الجهة الثانية تمشيني. وفعلا هذا اللي سويته على مدى هذه السنوات، قدرت بفضل رب العالمين أني أوصل إلى مرحلة البداية اللي هو أطلع من خارج حدود الكويت. هذه كانت البداية على مستوى الخليج مثلا، ولقيت الترحيب، ولقيت الترحيب الكبير للأسف اللي أكبر من دولتي اللي أساسا هي حاضنتني من البداية، لقيت الاهتمام أكثر للأسف. طبعا ما لقيت الجواب المناسب، بس إن الهدف الأول أني أطلع برا الكويت. وفعلا يعني شفت الابتكار أو الاختراع هذا، أداة فتح الأبواب، شفته يستخدم في خارج حدود دولة الكويت، بحد ذاته هذا بالنسبة لي إنجاز. إنجاز لأني أنا منتج وطني كويتي أشوفه في دولة ثانية، وهذا بالنسبة لي فخر كبير لي أنا، وخاصة في الوقت اللي إحنا فيه بالتطور الكبير بالنسبة للسوشيال ميديا والانتشار الواسع. ممكن واحد أيام ممكن ينتشر في موضوع معين، في حركة معينة، مثل ما احنا نشوف هذا واقع قاعد نعيشه حاليا. صحيح كلامك، أنا مو بعيد عن السوشيال ميديا، موجود، بس مجالي ما يخدم الشريحة اللي قاعد نخاطبها، مثل ما هم يتابعون بعض المغردين أو بعض وسائل التواصل الاجتماعي. لا، احنا مجالنا للأسف أن اللي يتابعهم فئة قليلة هي اللي مهتمة في هذا المجال. احنا أكد مرة ثانية، احنا موجودين في برامج التواصل الاجتماعي، لكن للأسف ما في إلقاء الضوء على هذه الفئة اللي تخدم فعلا المجتمع، اللي ممكن يأخذون منها الناس إيجابيات، ممكن يعمل دفعة لبعض الناس المهتمين في هذا مجال الابتكار ومجال الاختراع. ليش لا؟ في من الكثير من المهتمين وتطرح فيها مواضيع كثيرة، وأنا بالنسبة لي بعض المشاركات في هذه المواضيع، حضور نقل ورش عمل، نقل أفكار تفيد المجتمع، تفيد حتى البيت في عملهم اليومي في بعض الأماكن أو الشغلات. بس للأسف مثل ما الرد المربع الأول، نقول بأن هذه هي مثل ما تقول فكر صعب تغير الطبع هذا اللي موجود في المجتمع، خاصة على الفئة العمرية المعينة اللي قاعد تتكلم 14 إلى 25 سنة. هذه الفئة يعني واحد يبي دائما يضحك، يبي يطلع، يبي حركي. قليل منهم ما تلاقي لا والله أني أنا أضحك بوقت وأتحرك بوقت وأفكر بوقت. نتكلم على الفكر بس، ويعني وهذا موجود في العالم أجمعك واقعين، لا نتكلم في حيز معين ولا مكان معين، بس أن إحنا ندور الحل، إحنا هني ندور الحل. لابد أن الشيء الإيجابي يطغى على السلبي، وهذا عملنا اللي قاعد نسويه كثر ما نقدر نطلعه بالميديا عشان والله يطغى على السلبي اللي موجود في الساحة. صراحة أمالي طموحي مفتوح، مالي طموح يعني سقف عالي. ما ودي أوقف لنقطة معينة وأقول خلاص، لا، دام فيني طاقة، دام فيني حماس، ما أقدر أخليه في داخلي وأقعد مكان. لابد أني أشوف طريق، وإن مشيت في طريق يمكن يفتح لي طريق ثاني، راح أمشي على الطريق الثاني، وهلا ما مجرة. شنو دشيت فيه؟ شنو أنا شيء أفهم فيه مشيت فيه؟ والله شنو شيء أنا ما أفهم فيه تعلمته ممكن أطور من نفسي فيه؟ أنا يمكن ألقى بنفسي مو شرط في مجال عملي، لا، ممكن شيء يعجبني بأفكار ثانية، شيء أفكار مثلا أماكن تطوعية، أماكن فيها خدمة المجتمع، ممكن والله أصير بزنسمان، يعني ممكن أطور نفسي. فهذا الطموح كبير، يعني ما أقدر أنا أخليه في مكان محدود. فطموحنا إحنا بالنسبة للمبتكرين والمخترعين على مستوى العالم، لا يوجد لحد في هذا الوجود.
فريق وينكم صراحة اليوم تشرفت في لقائهم وتشرفت في لقائك أنت سيد صالح، وشفت أن فعلا هذا الفريق أو هذا التجمع الإيجابي اللي يعطي أساسا المتلقي كثير من الإيجابية بالنسبة لخلية النحل اللي يشوفها والقعدة اللي فيها روح الفريق الواحد اللي فيها أهداف سامية لهم رفعت هذا المجتمع. فأنا أقول لهم بالعكس، أنتم قاعد تشتغلون بداية خطوة وبداية رحلة الألف ميل خطوة مثل ما يقولون، وهذه الخطوة أتوقع راح تركزون على المميزين في الدولة وراح تبرزونها حتى عالميا بأنهم هذه نخب الكويت اللي ممكن تطلع من هذا المكان وهذه الجهود الكبيرة اللي قاعد تقدمونها من وقتكم من شغلكم حتى من حياتكم الاجتماعية، وقاعد تهتمون في هذه الفئة كخدمة لهذا الوطن، ويستاهل الوطن هذا واحد يقدم له، وجهودكم الكبيرة هذه راح تشوفونها تترجم من خلال هذه النخبة اللي قاعد تقدمونها للمجتمع. وبالنهاية طبعا الشكر شوية لكم كون استضافتكم الطيبة والكلام الطيب، وبالنهاية أقول لكم إلى الأمام مزيد من التقدم والرقي، ومشكورين مرة ثانية.